أنا قرأت أمس يا شيخنا للأخ مقبل ابن هادي في كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ففي المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الأندية الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأفغاني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال. يعني هما أضل. نعم. ولا هو أضل؟ لا هما أضل منه. سامح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كان معروفين مروح عن الشريعة. لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنسبة للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد العاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال تريد صديقا لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان. بالنسبة أنا سمعت أمس